أنا بتشكر الكنيسة الملكية الكاثوليكية اللي أتاحتنا الفرصة وجمعتنا وعطتنا المعلومات الكويسة، وبتشكر السيدة ماريت عطتنا معلومات ما كنا منعرفها أبداً. توفير عنا نحنا كتير عنا شيء توفير، هون عندهم كتير هدر إن كان باللبس ولا بالأكل ولا بكل شيء، عندهم هدر بشكل فظيع. ونحنا عنا لا بالعكس، الأكل اللي بتزيد نحن رأسا نعملها تاني نهار غير شكل غير شيء. زادت عنا بطاطا بنحط لها شوية لحمة بنعملها جنبها، شوية رز نطبخها غير طبخات، يعني كل شغلة مو بس البطاطا، كل شيء حي الله. حتى اللحم المشوي بنعمله تاني نهار أكلات، إيه مع السلطة مع الشغلة، بس هون في هدر يعني الصراحة. أنا هلأ بدي خبركم إنه الواحد مش لازم يكب أكل مهما كان معه مصاري، شو ما كان معه المهم توفير للجايبة وللصحة وللبيئة ولكل شيء. هلأ أني في مثلا واحد عنده ليفت أوفر من قبل بنهار، في هلأ كان عندي أنا بطاطا، أنا حطيت الراس البطاطا هون ومعسته وخبرته بهايدي، وهدت حطيت له شوية برغل، شوية برغل حطيتهم وحطيتهم فوقه، وحطيت جوز ودقيتهم كلهم سوا مع بصلة برشناها وحطيناها فوق الكل مع ملح وبخار وعملناها، وصاروا مع سلطة شوية سلطة صاروا غدا. هيك بكون وفرنا على جيبتنا ووفرنا انه نكبها بالربش. بقى حرام الواحد يكب بالربش أكل، لا أولا خطية كمان يكب الأكل، في ناس كتير فقراء وفي ناس كتير جوعانة، مش لازم نكب أكل. قد ما في الواحد يوفر على البيئة وعلى جايبته وعلى كل شيء. بقى شو رأيكم بهالشغلة؟ إن شاء الله كتير طيبة. شكرا.